ways, these ways, these ways. That's fuel. مباشرة من المعتصم المقصيين. هذا يا سعيد سكوت شاف. هاك الدواء عطيه الدواء. سعيد؟ عطيه الدواء. سكوت سكوت. شوي سعيد سكوت سكوت مباشرة من المعتصم سكوت سعيد عرفت سكوت عطيه عندي الدو مساحب بلاصه ديال الميك عزر سكوت مباشرة قلنا الاخوان من المعتصم ديال المقصيين من السيفات الامطار ديال الخير احنا الحمد لله الحمد لله الخوه وفي ما ديالنا الصحه سيرده 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 اصبر الله هي معتصم تهياني ضالي عاليه الحمد لله الحمد لله اللهم لا تنطر الخير هذه الحمد لله الله اللي كيعطي الله اللي كيدلع صمود صمود شوفوا نحاولوا تخسروا الصوت في الامطار قلنا الاخوان هادو الناس اللي تقساو من المشروع اللي هو ملكي من دارز في اطار المبادره تحت اطار المبادره الوطنيه للتنميه البصريه اليوم كيولي قيصريه خاصه الناس الميسورين استفدوا منه الدهيبية الناس ولاد المنطقة اللي فيهم الشروط هما كيعانيو حتى هما معتصمين صامدين كيطالبوا بالحقوق ديالهم الطريقة السلمية اعتصام حق مشروع حنا هنا حتى البنات غنموتو معاهم هنا في هاد البلاصة حتى ناخدو حقنا الاخوان بعد اللي كانوا متابعينا عبر اللايفات السابقه كنعتذروا لان ما درناش واحد اللايف توضيحي للتهم الملفقه اللي دزنا بها امام انظار وكيل الملك ديال المحكمه ديال عين السبع اللي كان لفق لنا هذا رئيس الجمعيه ديال السلامه الجمعيه اللي تغنات على حساب هاد الفقراء ودات لهم الحقوق ديالهم وتحايلت عليها بتواطؤ مكشوف مع زيهات اللي هي خصها تكفل لينا الحقوق ديالنا نكملوا معكم الموضوع ونتابعوا بلاتي يا اخويا قلنا الاخوان هاد الرئيس اللي تغنى على حسابهم حاول يلفق لهم تهم ويزز بواحد سبعة العناصر من هاد المقصيين في السيزن بتهم ملفقة والحمد لله الله كبير انه تم الافراز على جميعهم لعدم وجود ادلة ولوجود مبررات ديالنا احنا ان هاد الجريمة ما درناهاش اللي هي تكسير واحد خمس محلات والمحتويات ديال زوز ديال المحلات ديال الفخار الادوات ديال بومبيه ديال الاطفاء حتى هما كسرناهم الحمد لله هادي اتضح انها كلهم تهم ملفقه وتم حفظ الملف وحنا الحمد لله خرجنا براءة والناس اللي تضامنوا معانا كاملين كنشكروهم من هاد المعتصم كافة الهيئات الحقوقية على رأسهم عبد الغني الفطومي الرابطة الوطنية للمواطنة والحقوق حسن مساوي الناس ديال حقوق الإنسان فرع البرنوسي كافة المناضلين اللي قالوا كلمة حق وبحوا فيها خمسة سوايع هما كيندوا خمسة سوايع كيقولوا واك واك الحق
يعني وربما العدد كما تابعتوا معنا راه فاق 120 فرد تقريبا ياك الاخوان. أيه فاق 140 فرد امام مجلس مريض ما جاش امام ابواب المحكمه ديال عين السبع الابتدائيه. خمس ساعات راه ما ساهلاش، يعني الناس على حق، الناس امنه ان حقوق ديالها تضمات بطريقه قانونيه وبتواطؤ ديال الجهات المسؤوله. هادشي ولا كلشي كيعرفو، دري صغير كيعرف. وتصوروا من الدرجة معايا ان الوليدات اللي كانوا صحبة الاباء ديالهم كانوا كيرجوا استعارات تمايا امام ابواب المحكمة، اللي مصبحوا في السريع كينزلوا ديورهم ولات عندهم لعبة. مسؤولين ديروا في بالكم، الولاد اليوم كيردوا استعارات ديال الفئات المقصية في البيوت ديالهم. هذا الحمد لله فهو انتصار لينا هنايا، انه زين اللي باقي صغير وكيرفع الصوت ديالو حتى هو كيقول الحق، كلمه الحق وخلعت. يقول لك ان هذا السوق نموذجي، ردوه مركزي، المبادره للاغنياء، القمع للفقراء، استعارات هي واقعيه، عانينا احنا وفهمناها وفهمناها لوليداتنا الصغار وعاو وفهموا. زين صغير كيقول لك واك واك على سوها، حوانتنا باعوها، الدراري الصغار كيلعبوا بها اليوم في السريع، سوهتو الدري الصغير ولا يعايق بكم. كلشي ولا فاهم اننا نهبنا وتقمعنا على السلطات. المهم الحمد لله على كل حال، راه حامدين الله، ماشي والله انت حامدين الله وفرحانين في هذا المعتصم، واكلين صاربين ناشطين، ما خصنا حتى خير، بخير ناعسين كنعانيو ولكن ناشطين. القضيه مزيانه اخويا، راسي التحقتي فينا حنا اخويا عبر المباشر. تفضل الاخوان كيلتحقوا، والإصارة النساء راه رفضنا انهم يكونوا معنا في المبيت الليلي. اعتصام بنهار مرحبا، كتصل واحد الساعه متاخره ديال الليل اللي هي العشرة ولا كذا، بزز كنقولوا لهم سيروا، حنا معتصمين رجال. إذا كان هاد المسؤولين ما خموش ليكم انتوما نساء غتتصلوا في الخلاء، حنا راه خوتنا هادو، ولات عندنا معاهم واحد العلاقة ماشي ديال والدينا، ماشي مقصيين، كونات علاقة، وهاد العلاقة راه معبروا ليكم عليها من أمام الأبواب ديال الكامل، ملي كان شتيتو واحد السنة خير منهم. سبعة العناصر والحمد لله خرجوا وبتهم ثقيلة، وهاد الإخوان ديالهم رفعوا الصوت علوه قدام المحكمة وطالبوا بالإفراز على على الصرفاء اللي اتهمهم نائب مال عام. نطلبوا الله حلول سي، حنا باغيين نبقاو بحال ما هكا ولا فرحانين اننا هنا نباتوا في هاد الساق. حتى واحد ما يرضي اخوه عازبنا حنا هاد الوضع، ما عازبناش ناس هدا سانتي طونوبيل غير طونوبيل بزاف سلفوق قطرة، ولكن راه ما مفاكين والله ما مفاكين، والله ما مفاكين، وراه والله حنايا تنقولوا الناس سيروا، غنبقاو حنا راسمين والو، الناس ما مفاكاش، هي باقا كتجيب، الناس راح يتآمنوا، إخوان بس ما شكون اللي باغي يدير شي كلمة؟ هاك خويا،
مرتاح. السلام عليكم. شد التليفون وتكلم وخلي الاخوان يعيشوا معك اللحظه في المؤتمر. السلام عليكم اخوان، حنا كندويو على جمعيه السلامه اللي شفرات المبادره اللي كاينه سيدي مومن بالضبط في كريان طومه. هاد الناس نهبوا الاموال ديال سيدي مومن والحوان تبعوهم للبراني 30 مليون تبعوه في القهاوي، قهاوي تبعوه في البيران، بيران ديال الشعب تبعوه عباد الله باش عرفوا الشوا في سيدي مومن. والتدخلات الناس اللي خاصهم يتدخلوا في هذه القضيه اللي مقادين الطريق، رئيس الجامعه السابق، رئيس الجامعه السابق السي احمد بريجه اللي خان امه ديال بنادم ما عطاهمش الحق ديالهم، حيت هذاك السيد ظالم وتعدى على الناس، حيت هاد الناس تغاو في هاد القنش ولاو دايرين عصابه، ولاو بغا يضربونا بالطونوبيلات شراو طونوبيلات ولاو بغا يضربونا بهم. طلبنا الحق لا قالنا لا انتوما ما تستافدوش، انتوما ولاد الدر ما تستافدوش، ما عندكمش الفلوس ياك سيرو تدبروا على مبادره اخرى ونجيو نخشيوكم فيها. باغين ياخذوا مبادره اخرى وباغين يشفروا فيها هاد الناس، هاد الناس باغين يطغاو وباغين يشفروا. والمهم اللي بغيت نقول لكم الخوت، اش نقول لكم؟ لا حول ولا قوه بالله العلي العظيم في هذه المنطقه ديال سيدي مومن، او تما كاين حتى شي مسؤول او نهار الانتخابات كتسمع. اش نقول لك اخويا؟ هذا لله والله الا هذا لله. السلام عليكم. تحيه ليا لكل الاخوان اللي ساندونا البارح في ديك الوقت، وكنشكروا كل الناس بالخصوص ديالنا لانه الناس ضامنوا معنا تضامن، واحد التضامن كبير في على قبل هاد الناس، لان حنا معكم انا بعد محمد العريشي، لانه حنا خرجنا لهم مباشره، ما غاديش نبقاو نخبيو، ما نبقاوش نخزنو، ما غاديش عشنا معاهم في جميع المراحل وعرفنا شنو هو اللي واقع في سيدي مومن من البدايه حتى النهايه، وما كندويوش شفويا. حنا كنطالبوا بالفرقه الوطنيه تجي تدخل، عندنا ما يثبت، عندنا عده ادله، لانه كاينه سلطات محليه متواطئه في هذا الشيء، لا في البرلمان لا في الجمعيات لا في هذا حنا ما كندويوش شفويا، وحنا مآمنين بالقضيه ديالنا وحقنا نموتوا ولا نعيشوا. و ديروا كيما بغيتوا ديروا، لحقاش هاد المؤامره كتامروا بزاف ديال الحوايج، وهاد التخطيط اللي تخطط راه ماشي خطو عز الدين، التخطيط اللي تخطط ديال جاو دعونا ومازال تيقلبوا كيفاش التهم اللي طلقات علينا، هذا تخطيط ديال الناس مسؤولين، راه ماشي تخطيط ديال واحد. لحقاش هاد السي عز الدين الادريسي وما قاريش وما فاهمش، ما غيعرفش اشنو هو الطريقه كيفاش يدخل. واش نتوما دابا النظريه ديالكم الاخوان، واش عمركم شتي شي سوق كيدشنوه وحدين فيديورات ديال البار؟ واش السوق واش كيدشنو سيدنا ولا كيدشنو وزير ولا كيدشنو عامل؟ حنا هادشي اللي تنعرفو من نهار حلينا عينينا فوق هاد الارض السعيده، راه دابا داخلين للربعينات، رجيا الربعينات وما عمرنا ما شلنا شي سوق كيحلوه السماسريه، وقبل ما الافتتاح جاو رفضوا لنا الاعتصام بالقوه وضرب وبالعصا، وتلاحت المبادره الوطنيه والتصويره ديال جلاله الملك من الفوق السوق، تلاحوا من الفوق الارض. شكون اللي لاحهم؟ السلطه المحليه العماله مباشره. حنا ما خايفينش، علاش؟ حنا كنقولوا كلمة الحق، حنا شرفاء، لكن تتوما غير شرفاء، حنا شرفاء، كتضربنا غير على البلاد، حنا بلادنا هذه، كما كنقولوا جدودنا قاوم، جدودنا جادوا على بلادنا، وحنا راه غنقاوموا ونجادوا على بلادنا، حنا راه كنقولوا كلمة حق، ما قلنا حتى شي حاجة، حنا طالبين ديالنا، وجلالة الملك عطى المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، الناس الضعفاء والفقراء. وكفى فسادا صافي وتورقتوا في السكن، غنبداو ندخلوا معكم في التفاصيل، ومرقين في كل شيء، وكل شيء راكم مرقين.
والسي بريجة ملي ريحت معاك وقلت لي انا هادشي ماشي في يدي ولكن غادي نطرح في البرنامج. واش طرحتي في البرنامج؟ نكملوا هاد اللايف ونفاتك امطار الفرزيات في كل شيء خافي كاع اللي دخل علينا وهذا الله ياخذ الظالم حق. ندور عليكم ونطير. الله يعاونكم وينصركم، احنا معاكم بالدعاء. يرجع عليكم حقكم يا ربي وهذه الليله العزيزه. انا وهذا الشيء اللي بغينا اخويا تعاوننا. كل شيء ان شاء الله سيوصل. الله كبير. سكينة ربي معاكم، ربي معاك سي. الله يقويكم ويصبركم. الله ينصركم على القوم الظالمين الفاسدين الفاسقين المستبدين. هيثم كون مهم اخيتم امين يا رب العالمين. خويا الحمد لله نصرنا الله عليهم اللي الاخوان هما معتصمين. هذا نصر بعد انه ايمان منهم بعد ناد مساهلش. الحمد لله كنشكرك خويا على التضامن ديالك والتتبع ديالك ديما معنا. يا ربي بهذه القطرات امطارك نترجاو نصف هاد الناس المقموعه. امين يا رب. بارك الله فيك. الله معك. لا شيء يعلو على قديك الانسان. ضحك سيدي كوكوط كوكوط. لا شيء يعلو على قديك الانسان. لا ما فيش الحمد لله. الحمد لله على كل حال. عدمونا باغي يعدموك ما يقتلوك تاك معدوم اصلا من الحقوق ديالك. هل نكملوا اللايف مع الاخوان؟ قراو لكم ونطير معدوم. عليكم السلام ورحمه الله. وعليك الامان وعليك الامان. لا جمعيه لا برلمان. وعليك الامان وعليك الامان. لا جمعيه لا برلمان. مرحبا. فريق الدعم ها هو اتى. هذا ماشي الفريق البرلماني ديال احمد البريجه اللي صوتنا عليه. ها تخافش وكيعذب فينا هنايا. هذا احمد بريجه. هذا فريق الدعم ديال الناس. 4 دراهم 5 دراهم وكنديروا الكاميله. بريجه صوتنا عليه ولا من فريق البرلمان ديال سيدي مومن. ماشي باش نوري وجهي بلاش. ولا من فريق الدعم من فريق البرلمان ديال سيدي مومن. وجاب واحد كسول. واحد كسول عطاه جمعيه باش يقسم معاه الغنيمه. وكان جاب واحد مثقف. واحد كيعرف شنو هو العمل التطوعي. شنو هو العمل التطوعي؟ ما غيخليش هاد الناس ما غيخليش مطوعين في الزنقه ومخلينا وليداتنا تما كاينة في الدار وحالتنا شتا كتصب علينا كتطير علينا. علاش حنايا؟ حيت عندنا برلماني شفار. هذا هو السبب. بريجاق شفار. احمد بريجاق عضو برلماني في الاصاله والمعاصره. اكبر شفار. الحاج الصابونه سير تا الغدا ومشيتي سير تا الشهر الجاي ومشيتي. شو الحاله ديال سيدي مومن كيدايره؟ الشانطيات والو وحاشاكم الحمير الكلاب. هذا هو سيدي مومن ديال الدار البيضاء. والله يتحدى في اقع عليه. قسم لكم بالله العلي العظيم. اقسم لكم برب العلي العظيم. الى شي اقليم الكاره ولا اقليم بن سليمان ولا شي اقليم الى حنا هما احسن منا. حنا سيدي مومن رحنا في عروبيه. رحنا في قريه نائيه. وتاع عباد الله كلشي كيشفر. كلشي كيشفر. لا جمعيات ولا برلمان. ولكن شكون خرج سيدي مومن؟ بريجه هو الرقم واحد. بريجه هو الشفار الكبير. وسير ديك العربيه 14 عام وانت حاكم سيدي مومن في جماعه سيدي مومن. ثلاث الولايات مع جوليات في البرلمان. واش درتي؟ حيدتي الموستاج وزيالي انت ربيتي الكرش وليتي كتلبس الكلاص حيدتي ديك الفلاوه ديال التواب
اللي فيهم البال ما طويله وتقاد شي لي ولدي الشبابي ومابقاش كتضرب الروج ولدي كتضرب القاصح داكشي الغالي الله موين نادى منكر راه خويا خلات تستير راه قتلنا كنضيع خويا ولادنا في دارنا دابا ولادنا كرهني خويا مع بنتي وولدنا عاد حداهم اخويا ما جي نتعصب باش نايا بالليل نبدا الطوبة كتجري علينا الشتا كتصب علينا واش حنايا مغاربة حنايا ولا ولينا حنا يهود راه اليهود ما كيجوش اليهود بحال ما هكايا حسبنا الله ونعم الوكيل فيكم وحق ربي حسبنا الله ونعم الوكيل فيك هذا لا خويا سير معاه سير معاه سير معاه سير معاه واحد أخو في الساعة الناس الله يبوا حاضر لعله خير لعله خير ونا تاوى مسكر عالم بالله بنادم راه كيتفرق على داكشي اللي كيقول وخاصه يكون عنده القلب ديالو اخويا راه تشعل الظلم هذا ما كيحرم ديما كيحرم في ولادو ديما سير اخويا انا حتى بنادم علاش كيكذب علاش كتنافق علاش كيكذب علاش كتنافق حتى شي بنادم ديريكش اش تنافق وتلعب بنادم وسير انا غندير لك سير انا غنعطيك سير انا اش خلي بنادم راه سبع سنين اخويا انا ضحك عليا انا مده 18 عام كنعرفو اخويا وضحك عليا انا خرج بالله يا اخويا هذاك السيد كذاب منافق منافق راك على المكذوب بارك عليه بارك عليه بارك عليه ارجع للموضوع الناس خرين يسيروا بارك عليه الله يجعل البركه بارك عليه قلبه بارك عليه بارك عليه من الضك وك عندك الرجال العيالات سيدي مومن الرجال هادي نوضوا امك امشي انا سيدي ملي ضحكتي ضحكك لينا الاخوان كملوا لي كومونتير لا سي اعلو على قضيه الانسان واخر كومونتير سناه ردوا البال اخوتي من العافيه والميكا الله ياخذ الحق في عز الدين وفاطمه والاعوان ديالهم امين يا رب العالمين الاخوان تابعوا الله يحفظك الميكا مع الوطن الله يحفظك من ترويي فرنسا شكرا خويا خير اخويا خير كاين في البلاد مزيان بالصحة والراحة زيد قولوا لي اخويا بالصحة والراحة كلهم كيقولوا لك بالصحة والراحة قولوا لحقك ما تاخذوا طيب دولة الفساد والاستبداد والعصابة الله معكم اخوتي من صهيب موسي اخوان ناس نبداو ما انتم كتسووا الدور طافين تاكسيات حمري عطيه عطيه اخو عطيه تخطيط العصابات والمافيات كل تحية والله يحسن العون دولة الصفارة اخويا تحية نضالية من هولندا تحية نضالية متبادلة من معتصم سيدي مومن عمالة مقاطعات البرنوسي كاريان طوما سابقا سحلال الحمد لله عبد العزيز وراه الحمد لله الله خويا حلال تطوع به واحد الاخ راهو قال مساك اخوان داك اللي تطوع بالعسافيه ما بقاش نتناقري مع العربي 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 مسا مسا واحد الاخ تطوع اخويا بالعسا مسكين تقدا زابو حطو مسا الحمد لله راه عايشين مع بعضيات ناس معوض سي اللي عنده واللي ما عندوش وبخير حاسين بعضياتهم هما داك الشيء ديال الله سبحانه وتعالى الشيء ديال الله الله يلا ديك النار واحد خونا زا وقف هنا في هاد البلاصه هي السياره ديالو زوز ديال الليل كيعيط كيعيط واحد شويه ما عرفناهاش قلت للخوت شوفوا وصلوا بغا نزلوا عدوا السلام السلام عطاهم 100 درهم اللي متقداو هادي سكر المسائي الاتاي زابوا الاخوان تقهوا منها وتقداو بها ترى كاين ولاد البلاد كاينين كاين اللي مناضلين عنده في الدم كاين زبون اللي كيقول كلمه الحق كاين زبون اللي كيطالب بحقه راه ماشي كلشي كيخاف ماشي كلشي ما فاهمش انما كله الظروف ديالو شنو دارت ليه المهم هاد الناس هادو راه امنوا بالقضيه ديالهم انه واحد الحق ديالهم تسلب ليهم اطار المبادره الوطنيه للتنميه البصريه بطرق ملتويه وبدعم ومسانده عصابه
منظمة بسيدي مومن عمالة البرنوسي مساندة. كنقول لكم أن هذا المشروع هذا مدة ديال 10 سنوات بس تبنى وما في البناء ديالو. هنا كنقول هذا المشروع اللي هز الأهداف ديالو ها كيفاش تحط المشروع في العمالة، ها الناس شنو دارت من خروقات، ها من تجاوزات، ها البيع والسرب العلالي، ها سوق نموذجي ولا مركزي، ها هو ولا طبقة الأول ولا دابا الطبقات. أو كنقولوا بزاف ديال الخروقات ما غتساليش، لا تعد ولا تحصل اللي كاينه فيه. إخساء ذوي الاستحقاق، استفادة ميسورين، استفادة موظفين إداريين، بزاف ديال الأمور. الحريزي عنده 25 حانوت كلهم شوكيين. لا تنعطيك واحد الحريزي، ذكرتي لي الحريزي كلهم شوكيين بعدا كاين واحد الشوكية. صحح المعلومة ديالك، 127 محل لعبد الحريزي وعنده 25 شوكية. صباح كيقول لك أنا من حقي، هذا لانه هو كان داعينا ملي تلاقينا معاه في القاعه وتكلم مع واحد الاخ من هذوك اللي كانوا تمايا، قال لي انت حسومه عليك تزي انك ما بقى لك قد ما فات في الدنيا ودعينا بتهام وسد فينا زور. صديق يقول لك اش قال لي؟ قال لي انا ما داخلش مستفيد، انا مستثمر، استثمرت الفلوس ديالي تما في داك السوق وزيب اي واحد نقولها ليه. زيب قال لي المالك نقولها ليه، يقول لي انا مستثمر، انا غنسوق على المستثمر. وي خويا بل هو تاع الفاسه راه كنديروا هادي باش ما يضربوناش بالماء. واه ميدرو قلت واخا طلع الزيتون، طلع انا المغرفه الزيتون يا راه دخل ماشي مستثمر. هذا اللي تيقول هاد الكلام هذا راه ماشي مستثمر، هذا راه تيدعم الفساد. هو عارف ان السوق كله خروقات وهو كيساهم في هاد الخروقات، اذا هو فاسد عجيب الدرجه الاولى. السي سميت باباه حريزي، الحريزي قاطعتوني في هذاك الباصرة هو اللي خضر، هذاك من احد المحلات ديال الحريزي. تصوروا معايا اخويا غيز غير كباص تمايا في هذيك البلاصه اليوم. انسان ميسور كيوقف السياره ديالو تما في هذاك الباص، طونوبيل كيزول مع المياه كيركبوا الباص كيبدا يصور فيه لعب على الباص ولا ما عرف شنو قال ليه راسه. انا محتاجين طريقه سلميه، ركب باص ما تركبش باص، منك المقاطعه سيدي مومن، لانه ما عندكش حق انت اصلا تركب حتى الباص، ولا خلاتك المقاطعه والناس اللي انتخبنا عليهم انك تفسد الزمنيه ديال المنطقه. اقهاوي هما تحيدوا لهم البيصان، هما داروا عليهم كلهم، قال لي باص تطوى حيدوهم. زيدي انت لان عندك بديتي كدور في البيصان، الله يعاونك دير اخويا البيصان. لما لقيتيش مسؤولين اللي غادي يحاسبوك، سوق ممد السنس، ممد السنس سوق عشوائي كنسميو لانه ما عندوش وثائق تثبت. سوق الدروز تات تبنى وكانوا باغيين يحلوه وزادوه دروز للدوزيام، لان البومبيه قالت لهم خاصكم دروز. يعني هاد الفئه اللي كنقول لكم من هاد المقصيين هادو فهم اصلا واحد المزيز من الفقراء المهمسين باع زائرين. يعني كتلقى مرا كتبيع وتسري وهي مطلقه او ارمله، دارت كروسه ولا دارت طابله، تبيع وتسري ترزق على وليداتها، تقسات لان ما عندهاش المبالغ الخياليه اللي كيطلبوا هاد الناس. كيجي كيقول لك المسارح هي في اطار المبادره الوطنيه للتنميه البصريه، 580 محل، حسبوا معايا 20 مليون 50 مليون 30 مليون المحل. هاد الاخوان كل واحد ساد المحلات لان عندهم الفلوس، كاين اللي ساد ثلاثه حدا بعضياتها موازيها. الله يسهل عليه الا كان داك السي خلاه ليه بوه ورث ودار هاد السي وبغى يبيعو لهم ب 50 مليون، من حقه ما حاسدينوش.
ولكن الأرض ديال الدولة فابور فوتو بوست ديال الضو دعم مجلس المدينة الماء ما فهمت سليا نبداو بصحة والراحة نبداو ما فهمت سنة والله نبداو كيف يتم البيع ديالهم بالأثمنة إذا فهم ولا كانوا في إطار المبادرة اللي كتسميوها أنتم مبادرة وطنية وكنسميوها مبادرة وهمية ما حققتش الأهداف ديالها نفسي دي مومن مدزداس من المسناهاس هالكرار سباق العربية لك السوق هو تحل 560 محل يبقى الحال على ما هو عليه أسواق باقة أسوائية كرار سباقة الناس مقصيين باقين وفي نية التنمية ديالكم ويا خويا لا السك سكرا وصلات كنسكروك خونا بس يبقى مع اللايف ما يتقطعش لينا مسا دار الرصاص قال لك شي تل هنا تحيه نضاليه عاليه لي خويا تحيه الله يحفظك دخل تاكل دخل تاكل دخل تاكل دخل 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 هذه تعسى صورة لقمة العيش حنا هنا على قبل لقمة العيش حلال رسول الله حلال رسول الله هنايا على قبل لقمة العيش حنا هنا صوب صوب الخونة يسير سي العيش الصراحة هذوك الاخوان الاخرين ناقصين نمشي ناكل معاهم ناقصين هادشي معاهم سير حسب العدد سير الله معاك الناس اللي كنشوفوا فينا حقوا مع الله حقوا الجنة حلال الحلال زيد اخويا سفيان زيد تعال انا نمشي ليه دخل 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 خليها خليها سخرة اللعب دير بلاصة دير بلاصة لخوك غنبقى نتصور انا في اللايف سير زيدتا زيدتا التليفون ديالي انزل اصاحبي من تمشي لا ما تحطش رزقك صاحبي قول المهم طويل اللي الله يهديك عايشين معنا الاخوان هاد اللحظه هادي راه غتبقى للذكرى غير خبز عطيه هاد المعتصم ديال هاد الناس المقصيين من الاستفاده من اسواق اللي هي زاد في اطار المبادره كتباع ب 50 مليون الموالي المال القريديه الناس الموظفين ايوا الناس كتضيع هي كتبات في الخلا كطالب بحقوق ديالها بالترسي بلا صار مول لايف احسن كومونت الصراحه مول لايف هاي من عندي هاي من عندي الصحه والراحه الله يتم الخاطر الله يحفظك خذ الدجاج خلوا لي انا حقي في خبيز تضربوا في الظهر لا تزيل لي حقه في خبيز وسير زري معايا العصره له من المشروع سي حقه في خبيز زي من المرقه وكما كان باغي حقه في خبيز غيجيب كوسالة يلا حلال انت منطقيا وما كان باغي حقه في خبيز شي ناكل كل استثمرتي فلوسك في دم عباد الله لك يوم يا ظالم يا بلاتي ترى اباطي راه ماتوا القدافي مات زيد من الله واش عن جايه عشنا القدافي اش كان ولا لا يا ما كنت ضربت الضغمه كاع لا علاقه لك بالقانون انت احسن راجل مفسد كتستغل ضع عباد الله حسين حسين الطاغيه اللي هو عز الدين الادريسي دخل تاكل دخل السعيد دخل السعيد ادخل السعيد مع عز الدين الادريسي اللي كانوا والدينا كيجمعوا لي باش يشوفوا لا 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 هذاك الشيء خايه داو والديك خلي ما تقولوش كنت عايد لينا اللقمه من فمنا حنا كنهضروا هنا على مشروع حقك مشروع كتقلب عليه في اطار القانون بطرق سلميه يعني انت في معركه شريفه خليك شريف
كول اكل صحه وراحه. باقي يخرجوا فينا دابا هما ياكل اكيد. ويلي عمي متبعينك من نهار درنا لهم ديك اللعيبه بغينا نعرفهم واش متابعينا ولا لا، واش مراقبين الصفحات ديالنا. زينا واحد المصطلح تصوروا معايا انت هاد البانو اللي راه شوفوا الطريقه كيفاش دايره. قيصريه السلامه، هاد قيصريه السلامه بهاد الطريقه هادي كتبوها في الوازيه اللي من ليه بقيصريه السلامه. يا عندنا مكتوبه خطا لان خاصها هي قيصريه السلامه. في الفصل الاخر جابوا واحد الخطاط مستعد ود البلاد ويزيد دار لها ليا قيصريه السلامه. زينا حنا صورناها حنا في الباز قلنا جمعيه السلامه كتبت قيصريه السلامه خطا وما يزيو يزريو وما يحيدوا ليا. السيد كيقول لهم راه صحيحه وما كيقول لي لا حيد ليا وحيد مسكين ليا، وصبحت الاسميه هنا من خطا والسميه من الوازيه الاخرى خطا. اذا والسوق كله خطا وكله خروقات وكله تجاوزات. اذا فين الحق فين القانون فين الناس المسؤولين يحاسبوا الناس المجرمين واسباب المسؤولين اللي تورطوا في صفقات بالمير. والواقع كنا كنقولوا لهم سوا لان كنحتزوا على مده ديال 7 سنوات في السعارات.